يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو جديد من سلسلة توب 10 أو التوب 5 على حسب الأعمال اللي تكون عندنا. نبدأ سريعة عن اللي ما يعرف السلسلة هذه شهرجتها. بكل بساطة نمسك رابر أو جروب وناخذ أعمالهم ونحطها في قائمة من وجهة نظري. طبعا كل عمل أتكلم عليه بشكل بسيط، جملة جملتين، عشان ما يطول الفيديو وتكون سلسلة لطيفة وفيديو خفيف. فاليوم عندنا فورتكس، ولكن الجزء الأول بحكم أنه هو مهتم ومتقن الفيديو كليبات والمونتاج والإخراج والهروج هذه، فراح نخليها في الجزء الثاني. في الجزء هذا راح أركز على الكلمات والأعمال اللي دائما أسمعها وأكررها. قبل ما نبدأ لا تنسوا تسوي اشتراك، لأنه 80% من اللي يتابعوا القناة ما هم مشتركين، فهذا شيء غير جيد. ونبدأ. رقم 5 معانا لليوم، صعب تفهمني. قلبي صار داخل صدري طوفة يكون بعونة، ربي اللي خلقني هو اللي عارف عبد العزيز شلونة. عزيز شلونة عزيز كاهو لو تبونة لقطونا عذركم للزمن الكل عنده تليفونة. والله تدهور حالي من حلاوة القصة والمواقف ترفع الشام، بس حب الناس حق الطراوة خلي الرجل مسلوب حقه والتلف قايم سوقه. العنب ودنيا خلت زلم مع ما يتساول، ابتسم قالوا لي يزعل، زعل قالوا لي شفيك، اكتشفت ان مزاج الناس يلبك ويوديك بس ما عليك. يقول تدهور حالي من حلاوة لقساوة، بعد ما كان إنسان كويس، إنسان إيجابي، إنسان نقدر نقول طيب، أتحول لإنسان سيء، إنسان حاد الطباع، لإنسان زي ما يقولوا يعني فض، لإنسان قاسي ويبان عند الناس إنه بدون مشاعر، وهذا كله بسبب معاملة الناس معه، وإنه الناس ما همها ولا طاق خبر للشيء اللي تبي توصل له. الأمانيك ما همهم، أهم شيء مصالحهم، فيدعسوا عليك أو يعتبروك محطة ويكملوا طريقهم من غير أي ضمير. فرحت قالوا أزعل، زعلت قالوا شفيك. ويقول هنا إنه كلام الناس يوديك ويجيبك، ما في شيء يعجبهم، ما يقتنعوا في شيء، وهذا يدعو إلى إنه الواحد يكون حذر في تعامله مع الناس. رقم 4 معادلة. من وإحنا صغار عشقنا الصراحة، بس اللي صار يوم صرنا كبار قولوا الصراحة بتكح أخبار مع دلوادم صار هش، صعب تبني علاقة جيدة يحق لهم الدجل تحت مسمى كذبة بيضة. بهالزمن اللي بيعاملك بصلة بس متى صفة بس مجهود الواطي طيبك ما يملي عينه وينه، ما شوف غير اللي بس هامة جيبه وبوقت الصجية يسحب قيده. الصراحة بالنسبة لي سيف ممكن يجرح وممكن يقطع حبل الكذب اللي بشرق راعية. تكلم هنا عن انه الحياة ما هي عادلة، وبالتالي الناس ساهمت في الظلم، والناس دائما يساهموا في الشيء ده انه يخلوا الحياة صعبة، دائما احنا نصعبها على بعض، اقعد لك وتقعد لي واظلمك وتظلمني الا من رحم الله. فكلنا نشارك انه الحياة تصير ما هي عادلة، وانه تربينا على شيء انه الصدق والامانة، لما كبرنا اكتشفنا عكس كده، اكتشفنا انه الناس تتعامل بالكذب، بالخيانة، بالنفاق، بالحسد وغيرها من الاشياء الغير جيدة. فهنا هو طالب الناس انها تكون صريحة معاه وانهم لا يطالبوه يكون زيهم. رقم 3 لغة الموسيقى. افهمني عشان كذب مو طموحي صدارة دولة، اكون خفير درب التبانة اولى، بس اولى التحبيط اللي العموم بديرة مولة، كم مضطريت تعبي فراقكم بالداعي وفولة يدور الموضوع عن الراب وعن مزايا الراب وكيف انه الراب فن حر وانه متنوع وله اساليب وله طرق مختلفة، وانه يستغرب مع هذا كله انه في ناس تطل للراب انه شيء تافه، زي ما كثير من المجالات الناس اللي حواليها يشوفوها تافهة وهم من غير ما يعرفوا، من غير ما يجربوا، من غير ما يحترموا حتى الاشخاص اللي يسووا الشيء هذا. هو قال اني مكمل في الراب لين ما تعملوا لي حساب او حتى تحترمون، لانه بكل بساطة فن الراب غير. رقم 2 شوف مو قد التربية، انت ولا بحكمك على حالك، من متى الدنيا تخلي غيرك يسوي لها امورك مالك، يعني صايد الحقنا دم تربيتك لأبنائك سنع ليش ودك لحقنا. تقدر تقولي كم مسجد بنيت بحسابي، تقدر تقولي كم فقير عطيتها وانا محتاج، تقدر تقولي كم مسكين بعز البرد عطيت لبسي، تقدر تقول شلون بغنية يا كاهن درست حياتي. بكل بساطة هنا تكلم عن المتابعين المستشرفين أو الأشخاص اللي مشغل نفسهم في غيرهم، بينما لو إنهم ركزوا على نفسهم وعلى مهاراتهم على حياتهم راح يتحسنوا أكثر وأكثر. نقدر نسميهم المستشرفين، المستقعدين، نقدر نقول إنهم فاضين، الفارغين، التافهين اللي ما يملكوا أي شيء يسووه غير إنهم يتبعوا فضايح الناس وعورات الناس. ولو رجعنا في الحقيقة إنهم سابوا الواجبات اللي عليهم مثل تربية عيالهم، مثل اهتموا في حياتهم اليومية،
الأمية عوائلهم بدل ما أنت خربت عيالي وإنتوا فيكم ويخطيكم. فربي عيالك، إذا ما أنت قد التربية لا تخلف فكنا شر. والعمل رقم واحد أفضل عمل عندي لفورتكس بروحي، تجي من أصم الهراي وتقول إنه هذا العمل حسيت بكل كلمة. ليش؟ لأنه أنا من الناس اللي أشوف إنه لازم الواحد ياخد مسافة بينه وبين الناس، يعني ياخد جزء من اليوم يكون لوحده، أو جزء من الأسبوع أو الشهر أو السنة ينعزل فيها عن الناس عشان يريح راسه، يعيد ترتيب حساباته، يشوف إيش سوى، يراجع خططه المستقبلية، يشتغل على مهاراته، ينمي هوايته. فالابتعاد عن الناس لفترة شيء جيد، مهما كان الناس يقولوا إنك انطوائي، إنك مريض نفسي، يقولوا اللي يقولوه. أهم شيء الواحد يكون مرتاح في حياته ويكون نفسه، ما يكون يتابع زي ما الناس يطالبوه يتابع السناب وإنستغرام وتويتر. هذا مو واجب عليكم، واجب عليكم نفسكم، تنتبهوا لنفسكم حتى لو جلستوا لوحد. بكل بساطة وقتكم لنفسكم مو لحد، مو شرط تعيشوا زي ما الناس يبغوكم، عيشوا لنفسكم. مدام الواحد ما يسوي شيء غلط فليش ما عيش حياتي أسوي اللي أنا أبغاه، مالي في كلام الناس، مالي في نظرة الناس، مالي في التناقضات اللي الناس يبغوها، مالي في الناس المنافقة اللي ادعي الكمال وادعوا إنهم أفضل وأفضل وأفضل. وهنا ضرب مثل بالقوة إنه يرد السلام، أبسط الأشياء ما يسويها. كل بساطة أكون نفسي والنفسي وعيش لنفسي وخلوني بروحي. أعمال خارج قائمة التوب 5 بدون مجاملة. ساحتنا ما تتنتشر فيها النفاق، ما في مبادئ أولا في بدل بالنسبة، بدون مجاملة بدون قلق قد تنطرح نقي نطلق، تكون مصدومة لك محتوس دموعية صح. ساحتنا ما تتنتشر فيها النفاق، ما في مبادئ أولا في بدل بالنسبة، بدون مجاملة بدون قلق قد تنطرح نقي نطلق، تكون مصدومة لك محتوس دموعية صح. To be honest you better calm down، ما قدرت علي بسيمبل، تبي تجارب الكومباوند انا بكام انت بكام. وعمل سمعه والله يد الله يوفقه، معصب وزعلان ملومه لانه مو حاب اللي هو يسويه، وخوف طاغي عليه خلى طول العمر غرقان، وفوق هذا مجبور يماشي القطيع بدون عنوان. اذا بديت تكره اللي يقوله وهالشي خلاك تكرهني، اعرف ان كلامي ما يجوفي وقلتي. وعمل خارج قناه فورتكس اللي هي الباص. تعرف ايش نصيبك، نصيبك بلعنه تخليك تطعن امك، وهي ساجده تدعي لك، تدعين كل فايز ما بلش يا حمار دوري، فيك نفاق فوري، مو قصدي اجيب لك هم بس اني اعرف سوري، لينات متعافيه فول حليب يا قومي، هذا بانا باصف ليناتي مو يومياتي، تدري بعت بزق بعد باي قنت يومياتي، دم خلف المايك سايكو مو صاحي. هل تتفقوا معايا انه هذه القائمه جيده، او ممكن تذكرون قائمتكم؟ زي ما تعرفوا انا من الناس اللي ادعم الناس اللي عندها مواهب، الناس اللي تشتغل على مواهبها. قبل كذا عرض واحد سوى مونتاج والثاني رسام، اليوم عندنا رسامة مجتهدة ومتقنة لعملها ومواكبة الأحداث، إذ كان ساحة الراب أو ما يدور في عالمنا. فرح أسيبكم مع رسمة رسمتها الفورتكس لعمله الأخير. وأي أحد عنده أي موهبة أنا أرحب بيها جدا، لا أحد يستحي، ما في شيء يدعو للخجل حتى لو الواحد غلط، ولا تخلوا الخوف يخليكم تفشلوا. وأسيب لكم حساب الرسامة في الوصف، وحاب أشكرها على إنها جاوبت وضغطت على نفسها عشان أستعمل الرسمة في الفيديو. أسيبكم مع الرسمة، كان معكم باسم، شوفكم فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم. رابر مثالي ماكو بدالي بيديه، صايد زوج ومورا وهذي الصورة كلها مورا سمبتيك، تryna be me so bad شكله فشل I'm so glad، ما تقدر تجرحني كل get the fuck out of here hoes like you don't impress me.